السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح النور والتنوير. بلانجريت ده موقع وابليكيشن بيديك الإمكانية إن أنت تراجع كل الدوكيومنتس الموجودة في المشروع بطريقة سهلة. أول ما بتفتح بيجيب لك المشاريع، ممكن يكون عندك أكثر من مشروع في أكثر من مكان. بسم الله ما شاء الله اللهم لا حسد، فبتختار المشروع اللي أنت عايزه أو تقول له نيو بروجكت لو ربنا كرمك بمشروع جديد. بعد كده هقول له أنا عايز أشوف الشتات، هنفتح أي شيت فيهم. تمام، خلينا نفتح مثلا دوت. تمام، طيب من الحاجات المهمة موضوع اللينكات. تمام، موضوع اللينكات بمعنى ايه؟ ان لو في حاجة متصلة بلوحة ثانية اقدر اوصل لها. تمام، مثلا ديت، هو اوتوماتيك اول ما بيلاقي حاجة بيبدأ يقول لك اه دي في اللوحة الفلانية، فلما تدوس عليها يبدأ يفتح لك اللينك الاخر. تمام، ممكن اقول له جامب تو شيت تروح فاتح لي الشيت دوت، فده سهل كتير جدا من الشغل. تمام، دي من الحاجات الظريفة يعني في قلب المشروع. ممكن تيجي هنا تقول له أنا عايز أروح مثلا الشيت الفلاني، فيبدأ يفتح لك الشيت دوت. تمام، طيب لو في أي حاجة أنت عايز تعمل لها زي لينك، هتيجي هنا أوبن لينك منيو، فيقول لك ممكن تعمل بأكتر من طريقة. يعني ممكن مثلا تعمل لينك بالشكل دوت. تمام، طيب اللينك ده أنت عايز تعمله إيه؟ على هيت شيت، يعني عايز توصله بشيت. تمام، فهتلاقي الشيت كلها موجودة هنا، تختار الشيت اللي أنت عايزه، ولا دوكمنت فيبدأ يجيب لك الدوكمنت اللي موجودة في المشروع، ولا ار اف اي فتبدأ تشوف ايه الار اف اي اللي موجود. طيب انا اخترت مثلا دوت، معنى كده ان اول ما تدوس على دوت هتروح رايح للصفحة دي. ممكن تقول له وريني الحدود بتاعت المارك اب اللي انت عايزها، وممكن الليبل ده تخليه او تشيله زي ما انت عايز. تمام، وبعد كده ممكن تقول له جامب تو شيت، انا عايز اروح للشيت دلوقتي، او ممكن تقول له بابلش تو جاد بروجكت، بحيث اي حد موجود في المشروع يلاقي اللينك دوت. جامب تو شيت هيروح فاتح لك الشيت دوت. دي من الحاجات الجميله ان انت تقدر تنظم الشغل بتاعك، تقدر تتبادل بين الملفات بالشكل دوت. وممكن بعد ما تعمل اللينك تغير اللون بتاعه، يعني مثلا الجزء ده مثلا حبيت ان انت تحط فيه لينك معين اهوت. طيب اللون مش عاجبك، هتيجي هنا تقول له انا عايز مثلا لون اصفر او لون فحلوي زي ما انت عايز، وتروح ربطه بالشيت اللي انت شايف انه صح.